فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحد الإخوة يقول عندنا في الجامعة بعض الطلاب يصلون في الممرات في ممرات الكليات، يقول يتركون المصلى ويقول يتركون المسجد مع أنه قريب من الكلية، وحجتهم في ذلك أنه لا تقام فيه الصلوات الخمس. ما توجيهكم؟ لا يشترط المسجد أن تقام فيه الصلوات الخمس، وإنما المشترط فيه أن تكون أرضه موقوفة، نعم، وأن يطلق عليه المسجد، يطلق عليه المسجد المسجد أسس على التقوى يسمى مسجدا، نعم، ويطلق عليه مسجد وتكون أرضه موقوفة. أما الصلوات الخمس فلا يلزم، نعم، لو حتى صلي في الصلاة واحدة وأرضه موقوفة وأطلق عليه مسجد فإنه يكون مسجدا، نعم. وهذه التي في الجامعات الحكومية هذه مساجد، هذه تعتبر مساجد، يعني مثلا موجود عندنا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي يعتبر مسجد، لأن أرضه موقوفة وتقام فيه بعض الصلوات، وربما أنها ليس جميع الصلوات لكن أكثر الصلوات تقام فيه، فيعتبر مسجدا وليس بمصلى. وهكذا أيضا كثير من الجامعات يكون فيها مساجد كبيرة، هذه تعتبر مساجد، وينبغي أن يصلي الطلاب والأساتذة وجميع العاملين في المسجد، وأن يحث الجميع على أن يؤدوا الصلاة في المسجد، نعم.